جنازة مهيبة تليق بفنان كبير بحجم سمير صبري. التف المحبون حول جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. هكذا كانت تفاصيل الوداع الأخير. دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان كانا من أوائل الحضور لعلاقة الصداقة التي جمعت الراحل بوالديها وبها، فهو في مقام والدها. ابن بلد عمره ما ساب حد في أزمة إلا وقف جنبه، في الجنة يا سمير. هكذا عبرت الفنانة غادة إبراهيم عن الفنان الكبير في جنازته، ولم تنجح في منع بكائها الهستيري على وفاته. غادة حكت عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل رحيله مباشرة، وقالت إنها طلبت لقاءه لكنه رفض أن يراه أحد وهو في هذه الحالة، وطلب منها تأجيل الموعد لحين خروجه من المستشفى. بأبو صديق وعزيز محترم جداً، ما سبنيش في أزمتي، ما سبنيش في مشاكلي، وقف جنبي في كل حاجة. والله العظيم والله حد جميل جميل شكلاً وموضوعاً، ما سابش حد في مستشفى، ما سابش حد مريض، بيسأل على كل الناس، شوف الناس عاملة إزاي، شوف الناس عاملة إزاي من امبارح. والله في ميزان حسناتك يا رب، في الجنة يا سمير، في الجنة بإذن الله، في الجنة بإذن الله. كان هو في مستشفى معادي القوات المسلحة، كان مع أستاذ محسن عالم الدين، وكلمته قلت له اديله التليفون عايز اسمع صوته، قال لي بلاش تشوفيني انا كده، انا كويس هخرج وقابلك. إلهام شاهين طلبت التحقق من هوية احد الصحفيين وانفعلت بسبب طريقته في طرح احد الأسئلة. الفن الوطني العربي ومصر ودعوه بكلمات حزينة، لكن خلينا اقول لحضرتك ان هو كان دايما بيسموه رجل الواجب، كان بيجي على طول. حضرتك شايفة فقدانه للوطن العربي ومصر عامل ازاي؟ لا مش السؤال، السؤال ان يعني ايه فقدانه عامل ازاي؟ يعني هيأثر سلبي تأثير كبير. اي كلام انت صحفي؟ ايوه صح. فين؟ صحفي الموقع بصراحة الكبير معايا الفنان بتاعي. عشان ده كلامك مش كلام واحد. في جانب آخر من حديثها جاء عكس ما قالته غادة إبراهيم بقولها إن سمير صبري لم يكن يرغب في أن نغادر المستشفى وكأنه كان يودعنا. مش عايزنا نمشي، يعني بعد ما خرجنا وصلنا للأسانسير بعت لنا حد رجعنا تاني، كنت أنا والفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم، وقال لهم خلوهم يرجعوا فرجعنا. في إيه يا سمير؟ قال لي اقعدوا شوية عايز أشبع منكم. قلت لهم سمير بيودعنا. بكاء نقيب الممثلين أشرف زكي لم ينقطع طوال فترة تشييع الجثمان، فقد كان مقربا منه جدا. أول مرة أحضر جنازة ملاقيش سمير صبري سلام. كل الجنازات اللي حضرتها في حياتي كنت دايما آجي وقت ما آجي ألاقيه هو موجود قبل مني، رغم كل الظروف الصحية اللي هو مر بيها. يسرى ولقاء سويدان وليلى علوي لم يتغيبن عن وداع صديق العمر. أحمد خالد صالح انفعل على بعض الصحفيين بسبب عدم احترامهم للظرف وإصرارهم على الحديث معه خلال تشييع الجنازة.